السلام عليكم احبابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم فيديو جديد على قناه بيتي ميتي بونور شانيل. المهم هذا الفيديو هذا راني سبق لي وشاركته معكم السنه اللي فاتت، كانت المناسبه ديال عيد الحب، وكاين الناس اللي شافوه وكاين اللي ما شافوهش. المهم انا كنت حذفته من القناه على ود الموسيقى اللي كنت حاطه فيها حقوق الطبع والنشر، وانا ما كانش كيحسب لي هكا. كنت مبتدئة، يمكن هذا كان ثالث فيديو حطيته على القناة ديالي. كي قلت لكم كاين اللي شافوه كاين اللي ما شافوش. المهم ما كنتش عارفة باللي راه الموسيقى عندها حقوق الطبع، ويعني كنقول اي فيديو نقدر نحط له اي موسيقى بغيت وصافي، والصلاة على النبي، الناس غادي تتفرج وغادي يعجبها الحال. الكواليس من بعد عاد بديت كنعرفها شوية بشوية، وغير مع راسي مع الفيديوهات كنكتسب التجارب الصراحة. والله العظيم حتى واحد ما نصحني ولا قال لي شنو خصك دير ولا شنو خصك دير، يعني كيف كنقولوا من الأخطاء كيتعلم الإنسان. فهاد الفيديو الصراحة كنت صوبته وكان عزيز عليا وبقى فيا، وقلت علاش لا، دابا هي داز عام عليه وجات المناسبة عيد الحب، وقلت نغولو كيه ونبدلو الموسيقى وندير واحد الغافخيشيسمون ونشاركو معكم. كنتمنى يعجبكم ان شاء الله. المهم الطبيلة ديالي قدمتها على الشكل هذا، هي بسيطة وفي نفس الوقت راقية ومعبرة بزاف، صراحة عجبتني. كنتمنى انتم تشاركوا معي الرأي ديالكم في التعاليق. المهم اعتمدت فيها على اللون الاحمر وعلى القلوب اللي هي يعني موضوع الساعة. غادي نمشي معكم دقه دقه شنو حطيت عليها. المهم درت هاد الشميعات هادو باش كيعطيو واحد الجماليه ملي كنطفيو الضو في الليل. اختاريت الشوكولا لينت في اللون الاحمر، قدمته في هاد ليطاجيغ مع الشوكولا ديال ميلكا على شكل قلوب. اتاي خديت هذا ديال ليبو او الحب كيجيبوه في هاد الموسم هذا بالفواكه الحمراء، كيعطي اللون احمر. الكاب كيك الرائع اللي سبق لي وشاركتهم معكم صوبتهم على شكل قلب وقدمتهم في هاد الطبيصلات اللي حتهم على شكل قلب، جايبينهم دابا في اكسيون في هاد الفتره هادي. الكاب كيك كيف كتعرفوا كيتنفخوا، فقطعت لهم داك الوجه الفوقاني باش يجيو يعني متقادين اللي نقلبهم ما يبقاوش كيتحركوا، في نفس الوقت ملي كنقلبهم كيبان القلب من التحت. درت عليه شويه ديال السكر كلاصي. غادي نخلي لكم الفيديو ديال لي كاب كيك في صندوق الوصف باش تجربوا الطريقه ان شاء الله، انا متاكده غادي تعجبكم. وهاد الفوتو فور درت فيه هاد الاضواء على شكل قلب اللي حتى هما كيعطيو واحد اللمسه ملي كنطفيو الضو كيبانوا داك القلوب كيتلألؤوا. استعملت شويه ديال الحلوات جيلاتين اللي اكيد حلال، فيها اللون الاحمر والاخضر، عطات واحد اللمسه للطبيله وفي نفس الوقت كتكون لذيذه. المكسرات مشكله قدمتها في هاد السوينيات اللي كيجيوني راقيين في التقديم. فهاد القريعه هادي كتبت واحد الميساج خاص لراجلي، صراحه بالازواج ما فيها بس، مره مره نديرو هاد الافكار بحال هادي، كنخرجوا من الروتين وهي حاجه بسيطه ولكن عندها واحد المعنى كبير بزاف. يعني سواء يكتب الراجل للمراه او المراه للراجل بحال بحال، ما كاينش الفرق. المهم الواحد كيتفكر الاخر بواحد الالتفاته اللي بسيطه، وكي قلت لكم كيكون عندها واحد المفعول كتحرك شي حاجه في القليب. درت الفواكه في هاد السينيه هذه وقطعتهم على هاد الشكل هذا كي كتشوفوا. فخديت البنان قطعته دوائر وقطعته بهاد القطعه هذه حيت له القلب ديالو، ودرت في وسط منه حبات ديال الفرومبواز او التوت الاحمر، وفي الجوانب زينت بهاد القلوب باش كيعطي واحد الديكور رائع. بالنسبه لهاد البونبونيير درت فيه هاد البسكوي هذا اللي داير بحال باستا ديال تونيك، كيجي مقرمش ولذيذ.
وكيف ما يمكن لكم ترجعوا بحال ايام زمان، تاخذوا شي كارت بوستال هكا فيها شي رمز ديال الحب وتكتبوا شي كلمات معبره، حتى هي كتكون فكره رائعه وكيكون تشويق باش واحد يقرا الميساج اللي مكتوب له. ماشي بحال دابا التكنولوجيا خرجت علينا، كلشي هاز التليفون ديالو وكنساو هاد اللمسات بحال هادي. ودابا غادي نخلي الاضاءه غير بالشموع باش تشوفوا الفرق كيفاش كتبان الطبله ديالنا. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى ايامكم تكون لها افراح وسعاده وحب ماشي غير في نهار 14 فبراير. وكنتمنى في نفس الوقت يعجبكم الفيديو، ما تنسوش ديروا لايك والاشتراك. بالنسبه للناس جداد كنقول لكم مرحبا بكم، ما تنسوش تفعلوا الجرس باش دائما يبقى يوصلكم الجديد. وكنتمنى تفرحوني بالتعاليق ديالكم، ونقول لكم الى فيديو قادم باذن الله. تهلاو لي فراسكم، مع السلامه.